مثل الناس. يا اخي لا هربت لك شيء لا ترجع شيريا. ما تعرف تلعب كم فارس هناك. يا عيال متى يجي عامر كذا ونكسر راسه؟ يا حبيبي عامر لما له يومين مسافر وتوقع بيقعد شهر كامل. الاول صن فن يا حلو. المشكله جواله مقفل والنبل من يوم ما راح ما اتصل علينا. 400 تسلم لي يا حلو. تضحك انت وهو. اليوم اشتري ساعة اطلق منها. المهم عندي 400. يجي بالادب يا ابويا. احلى كافي واحلى تكوى. بدل تكوى الضعاف هناك في الاستراحة. بلوت بلوت تكسير روس الين ساعتي انكسرت. عشان كذا انا ما اجي. حلو. دقيقة دقيقة بالله. هذا اللي رايح بيروت؟ كلمني؟ لا اكلم جدتي. ايوه اكلمك يا واد عامر. انت قبل 3 أيام قلت بروح بيروت، ما حرجع الا بعد شهر. اخوي شكلك مشبه انت يا واد عامر. من استهبال. لو سمحت احترم نفسك لابلغ الشرطه. هو الواد ده حكيته ايه؟ يمكن مشبه. يهو عامر يا ابن الحلال تأكد أكيد إنك غلطان. غلطان مين يا أبويا؟ مجنون أنا لو أغلط في عامر. تم إنه عامر وراي أجحادك أجل. هو هذا اللي مجنني. ها يمكن أجته فلوس وتكفر. أما من ناحية الفلوس باين على الواد مقرقش. ما شفته سيارته وبيته ولا في الأحلام. مو ما أنت وقيل لنا إنك عرفت بيته؟ إيوه. خلاص عيال قول البيت. يلا هي هي. تبي شيء بعد طال عمرك؟ لا أبد، بس ارسل إيميل للشركة وبلغيهم إنه موافق على موعد الاجتماع. سام طال عمرك. السيارة وعنده سواق. إلا قسم بالله إنه عامر. قلت لكم إلحقوا إلحقوا.